مبالغ طائلة تحرق بين حين وآخر بحضور السلطة القضائية والجهات الأمنية المختصة بعملية لا تخفى على أحد، تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات المتخذة لمجابهة المخدرات. باشرت اللجنة بعمليات الفحص بتاريخ 28/1/2024، استمرت عملية الفحص للمواد المضبوطة لمدة 4 أيام متتالية وبأوقات متأخرة بعد نهاية الدوام الرسمي، وبعد المطابقة لتلك المواد من خلال فحصها ونوع كل مادة وكذلك أوزانها، تبين بأن المواد المضبوطة في دار الطب العدلي في محافظة النجف الأشرف هي بواقع 270 كيلو و703 غرام، وكذلك 30,000 قرص من المواد المتنوعة سواء المخدرات. وبعد أن أكملت اللجنة فحص تلك المواد فحصا دقيقا ومطابقة مع محاضر ضبطها، باشرت اللجنة بإتلاف تلك المواد في محارق مستشفى الأمل. حصيلة جمعت خلال العمليات الأمنية التي استهدفت محافظة الفرات الأوسط أحرزت في النجف خلال الفترة السابقة التي شهدت خلالها المحافظات المذكورة عشرات العمليات النوعية. استقبلت اليوم مستشفى الشهيد الدكتور حسن هلوس اللجنة الخاصة بمكافحة المخدرات بإتلاف مكافحة المخدرات. تم استلام المواد المخدرة المضبوطة من قبل الهيئة العامة لإتلاف الهيئة العامة لمكافحة المخدرات من قبل الطب العدلي بكميات اللي أعلنت لكم من قبل الأستاذ القاضي المكلف بعملية إتلاف المخدرات. تم طبعا إدخال المواد المخدرة إلى محرقتين موجودة بداخل المستشفى، تم تهيئتها والإعداد لها من قبل يوم. بدأت عمليات الاحتراق، عملية الاحتراق تطور إلى مدة تقريبا ساعة إلى ساعة ونص إلى ساعتين. درجة الحرارة تصل إلى 1200 للتأكد من الإتلاف التام للمواد المخدرة. وبحسب مصادر فإن النجف تصدرت لائحة المحافظات التي شهدت تلك العمليات التي أسفرت عن إلقاء القبض على المتاجرين ومصادرة ما بحوزتهم من كميات وأدوات للتعاطي. لقناة دجلة من النجف، كرار العساف.